مؤمن. صباح الخير مس. صباح النور، كيفك حسين؟ الحمد لله. شو زعلانين؟ أكيد. يعني كنا اليوم رايحين على المدرسة مع الأسف. بعثت لك البروجرام هلا حتفهم. إن شاء الله خير. صباح الخير. رجع قريبا. كيفك ماجد؟ الحمد لله. كيفك كريم؟ افتح الكاميرا يا كريم. رفقاتكم تأخروا ليه؟ هي لارا صارت معنا. نسمع القاعدة، قاعدة التعجب، نراجعها. طبعا الجملة التعجبية، هل هي جملة خبرية أم جملة إنشائية؟ إنشائية. جملة إنشائية. ما هو التعجب؟ من يستطيع أن يعطيني تعريف واضح للتعجب؟ ها ظهرت الصفحة على الشاشة أمامكم؟ لا يا مس. لا؟ لا. طيب. راجعوا قاعدة التعجب. صباح الخير مس. صباح النور. كيفك لارا؟ لله. الآن ظهرت؟ طيب. ما هو التعجب؟ اقرأ يا لارا. التعجب صيغة. افتح الصوت من عندك. يلا. التعجب صيغة في الكلام تدل على دهشة أو استغراب أو إعجاب إزاء أشياء أو مواقف غير عادية، فالتعجب شعور داخلي يطغى على الإنسان. تنتهي جملة التعجب بعلامة؟ علامة التعجب نحو ما أقسى قلب الظالم، أكرم بالطيور يا لك من مجرم. بكل بساطة، عندما أرى إشارة التعجب في نهاية الجملة فهذه جملة تعجبية. ليس المطلوب أن أحفظ حرفياً تعريف التعجب، ولكن المقصود أن أفهم ما هو.
هو صيغة في الكلام تدل على دهشة. إذا أردت أن أعبر عن دهشتي أو استغرابي أو إعجابي إزاء شيء ما، علي أن أستخدم الجملة التعجبية. نحن نعرف بأن للتعجب صيغ كثيرة، يمكن حصرها في نوعين. هناك نوعان من التعجب، ما هما؟ اصطلاحي قياسي وتعجب مطلق. تعجب قياسي اصطلاحي وتعجب غير قياسي الذي هو اسمه تعجب مطلق. عندما نتحدث عن التعجب الاصطلاحي القياسي يكون له صيغتان. ما هي الصيغة الأولى للتعجب الاصطلاحي القياسي يا محمد؟ نعم يا محمد، ما هي الصيغة الأولى للتعجب القياسي؟ يعني التعجب القياسي يجب أن يكون على صيغتين. الصيغة الأولى يعني على وزن، محمد افتح الكاميرا، نعم، في عندي قلنا للتعجب عدة صيغ، يمكن حصرها في نوعين، تعجب اصطلاحي قياسي، تعجب غير قياسي يعني مطلق. طيب أنا أريد، نحن نعرف بأن التعجب الاصطلاحي القياسي يكون له صيغتان، له صيغتان، ما هما الصيغة، ما هي الصيغة الأولى؟ أن يكون على وزن ما أفعل، أن يكون على وزن ما أفعل، وتتألف من المعنى المراد للتعجب فيه على وزن أفعل مسبوقا بما الاسمية التعجبية وبعده اسم منصوب، نحو ما أعظم العاصفة، ما أكرم هذا الضيف، ما أجمل الطبيعة. أي جملة على هذا الوزن تبدأ بما التعجبية التي هي نكرة تامة في محل رفع مبتدأ وفعل التعجب بعدها، هذه بتكون الصياغة الأولى على وزن ما أفعل، هذا تعجب قياسي اصطلاحي. الصيغة الثانية التي تكون على وزن أفعل به وتتألف من فعل ماض على صورة الأمر على وزن أفعل وبعده حرف الجر الزائد الباء وطبعا اسم مجرور لفظا مرفوع محلها على أنه فاعل لفعل التعجب، نحو أكرم بالدفء، أرفق بالعصفور، أرفق به، أجمل أو أجمل بالطبيعة مثلا. في عندي هون فعل ماض للتعجب ولكن على صيغة الأمر. نحن نعرف بأن فعل التعجب هو فعل جامد، ما المقصود بفعل جامد؟ يعني ليس له زمان، لا نستطيع أن نحوله لا إلى المضارع ولا إلى الأمر، يبقى دائما في الماضي. فعل التعجب هو فعل ماض جامد. هيدا بذكرني بفعل أيضا ناقص جامد الذي هو ليس. في عندي غير فعل التعجب، في عندي ليس فعل ماض ناقص جامد ليس له مضارع ولا أمر. التعجب المطلق أي جملة تعجبية غير الصيغة الأولى والثانية في التعجب القياسي. يعني لما بقول لك لله دره من تلميذ، شد ما يقلقني، يا لك من كريم، سبحان الذي خلق هذا الجمل، إلى آخر. هذه جمل تعجبية ليست لها شكل معين. طبعا في أحيانا بيكون في عندي جملة استفهامية تعجبية بنفس الوقت أستفهم وأتعجب، هيدا من بعض الأحيان بنسميه الاستفهام الإنكاري أو الاستفهام التعجبي. واضح لغاية الآن؟ طيب سوف ننتقل لتطبيق التمارين. ظهرت أمامكم الصورة؟ نعم. طيب هذه تمارين تطبيقية للتعجب. الكلمات ليست واضحة كثيرا، يوجد سؤال وعلي أن أصنف الجمل التعجبية وأحدد صيغة كل من الجمل التعجبية الواردة. طيب أنا وضعت الأسئلة في ورقة عمل سوف نتابعها الآن. أنتم على دفتر القواعد صفحة جديدة، نكتب عنوان الدرس. نكتب عنوان الدرس التعجب، تاريخ اليوم، وطبعا نتابع، نستطيع أن نرسم الجدول. نكتب رقم 1، نكتب على دفتر القواعد، نبدأ الآن مثل العادة. هكتب أنا، هرتب الدفتر مثل ما أنتوا لازم ترتبوه. لاحظوا شو هشتغل أنا هلأ.
هي النص؟ أكثر القواعد. نكتب قواعد على اليمين طبعاً، نكتب على جهة الشمال تاريخ اليوم الاثنين 26 تشرين الأول، طبعا 2020، نرجع نكتب تحته يعني بسطر، نكتب في الوسط تعجب ومن سطر نرجع نكتب. يلا تفضلي يا لارا، عم ترتبي الدفتر؟ قبل الهامش بنكتب رقم واحد، اوكي. يلا نحن بدأنا ألف، نرسم الجدول بهي الطريقة، بنرتب الدفتر بسرعة، هنرسم الجدول. إذا نرتب الدفتر بهذه الطريقة، نعود للسؤال. السؤال الأول طبعا ينقص. نعم يا لارا، اقرأ السؤال. اقرأ النص الآتي وحدد صيغة كل من الجمل التعجبية الواردة فيه، وأوضح وظيفتها، واذكر نوع المشاعر في اثنتين منها. لدي هنا نصا صغيرا، علي أن أستخرج الجمل التعجبية وأحدد صيغة كل جملة، هل هي تعجب قياسي أم غير قياسي؟ يعني تعجب قياسي اصطلاحي أم تعجب غير قياسي مطلق؟ وعلي أن أحدد ما نوع المشاعر طبعا في هذه في اثنتين من الجمل، هل هي تفيد المدح، تفيد الذم، تفيد التحقير، تفيد الاعجاب الى اخره. طبعا كل جمله تعجبيه لها هدف او وظيفه لاستخدامها. ابدا بالقراءه يا كريم، تفضل افتح الكاميرا. نفتح الكاميرا جميعا. اقرأ النص الآتي وحدد صيغة. السؤال يا كريم، اقرأ الجملة الأولى. نص. أكرم بصاحب النفس. بصاحب النفس الكبير. الكبير. أولا هذه الجملة هي جملة تعجبية. طيب ما نوع هذه الجملة التعجبية؟ ما هي صيغتها؟ هل هي تعجب اصطلاحي قياسي أم تعجب غير قياسي؟ تعجب غير قياسي. ليه تعجب غير قياسي يا كريم؟ هو يبدأ بفعل التعجب الذي هو أكرم، فعل ماض للتعجب على صورة الأمر. ما قلنا أي جملة تعجبية تنتمي للتعجب القياسي يجب أن تبدأ بما أفعل، ما أجمل، أو أفعل به يعني أكرم به. طيب أنا في عندي جملة تعجبية تبدأ بأكرم بصاحب النفس الكريمة، هذه الجملة هي جملة تعجبية، ولكن يا كريم تعجب قياسي أو غير قياسي؟ قياسي. نعم أكرم، أنا في عندي فعل ماض للتعجب على صورة الأمر، مثل كأني عم أقول ما أكرم. أكرم بصاحب النفس الكبيرة، عندي تعجب قياسي، تعجب قياسي. أنا أطلب منه أن يكرم صاحب النفس الكبيرة. طيب ما وظيفة التعجب هنا؟ هل وظيفة التعجب هي المدح أو الذم؟ أنا هنا بهذه الجملة التعجبية أمدحه أو أذمه، يعني أتحدث عن صفاته الجميلة أو أتحدث عن صفاته السيئة؟ مدح أو ذم يا لارا؟ مدح. طيب هكذا علينا أن نجيب أو نصنف هذه الجمل. نعود للنص. أوكي هأعطيكم مجال ترجعوا تكتبوا الجدول كله. ركزوا معي هلأ.
بس اترك القلم. نعم يا ماجد، هترجع تبعتي لنا اياها حبيبي. انا هلا حاشتغل شفهيا، اوكي؟ برجع بعطيك الجدول يمكن ما ابعث لك اياها، فانت لازم تشتغل معي هلا على الدفتر، اوكي؟ نحن بدنا هلا بس تبعتي لنا اياها حبيبي. ما حابعث لك اياها، لا الاجوبه ما حابعث لك اياها، بدك تشتغل كل سؤال وسؤاله هلا على الدفتر. مش انت رسمت الجدول يا ماجد؟ ايه كثير منيح. ركزوا معي هلا، ما تكتبوا شيء لنخلص السؤال. طيب الجمله الثانيه. نعم يا حسين، اكمل القراءه. فلولا كبار النفوس في الارض لكانت الارض جحيما، وأزمم بأصحاب النفوس الصغيرة، فلولا كانت نعيما. أنا عندي فلولا كبار النفوس في الأرض لكانت الأرض جحيما. طيب أنا عندي لولا، هيدي أداة شرط غير جازمة، بس مجرد لبعض المعلومات. أداة شرط غير جازمة لا تجزم فعلين مضارعين، لأنه عم بيقول لك لولا كبار النفوس لكانت الأرض. أنا في عندي هون، في عندي سبب وفي عندي نتيجة. لولا كبار النفوس لكانت الأرض جحيما، لولا أداة شرط غير جازمة. صاحب النفس الكبيرة لله ضره جدير بالمدح. طيب أنا شو عندي هون؟ جملة تعجبية. جملة تعجبية، أين هنا الجملة التعجبية؟ ما هي الجملة التعجبية؟ صاحب النفس الكبيرة لله ضره. صاحب النفس الكبيرة لله ضره، على الداء يوجد فتحة. نكتب هذه الجملة. إذا هذه جملة تعجبية. علي أن أحدد ما نوع التعجب؟ هل هو قياسي أم غير قياسي؟ قياسي. لا مطلق 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 مطلق. هو عم بيقول لك لله دره صاحب، ما في عندك لا ما اجمل ولا اكرم به، في عندي تعجب غير قياسي، يعني بنسميه مطلق ليس له شكل معين. انا عندي شو بيتضمن هنا؟ مدح او ذم؟ اكيد مدح. واضح؟ التعجب القياسي هو نفسه بيسموه تعجب اصطلاحي، يعني هيدي التسمية هي نفسها تعجب اصطلاحي قياسي أو غير قياسي، تعجب مطلق يعني، فقط للتوضيح، لأنه حدا يجي يقول لي التعجب المطلق مثل اصطلاحي مثل القياسي، لا مختلفين أبدا. طيب ننظر جيدا إلى النص، يوجد هنا جملة مهمة جدا. لله دره، لاحظوا شو عندي انا هون. لله دره، في عندي هون مثل عارضه اغلب. حدا بيعرف شو هيدي الجمله؟ صاحب النفس الكبيره لله دره جدير بالمدح. فيني أقول صاحب النفس الكبيره، هل استطيع ان احذف هذه الجمله لله دره واقول صاحب النفس الكبيرة جدير بالمدح ولا يتغير المعنى، صح؟ أستطيع أن أحذف هذه الجملة لله دره ولا يتغير المعنى. هذه الجملة التي تكون مسبوقة بمثل عارضة في أولها وفي آخرها، ماذا نسميها؟ جملة اعتراضية. والجملة الاعتراضية دائما لا محل لها من الإعراب. أي جملة بشوف قبل هيدي الإشارة العارضة وبعد منها، هيدي جملة اعتراضية. ليش لا محل لها من الإعراب؟ لأنني أستطيع أن أحذفها ودون أن يتغير المعنى. خلينا نكتب ملاحظة إذا بدكم بعد الجدول. هيدي الملاحظة اللي رح أكتبها هلأ،
الجملة الاعتراضية اللي هي في قبلها مثل العارضة، لله دره. طبعا هون في عندي انا علامة تعجب لأنها جملة تعجبية، وبعدين بحط هيدي الإشارة العارضة لا محل لها من الإعراب. دائما الجملة الاعتراضية في أي نص لا محل لها من الإعراب. طبعا فيني اكتب ملاحظة كتبتيها يا لارا، مش شايفتك عم تكتبيها. يلا نكتب هيدي الملاحظة على الدفتر تحت الجدول. مهمة جدا، أي جملة اعتراضية أجدها في أي نص مسبوقة بهيدي الإشارة، الإشارة اللي أنا هلأ لونتها بالأزرق، الإشارة اللي بنسميها نحن عارضة، هيدي الإشارة العارضة بنسميها، هذه جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، أستطيع أن أحذفها دون أن يتغير ولا يتغير المعنى. حذفتها لا يتغير المعنى، إذا وجودها يعني مثل عدم، وأنا حذفتها ما بيتغير شيء. مهمة جدا قاعدة الجمل، إعراب الجمل. في عنا درس مخصص بكتاب القواعد اسمه إعراب الجمل، الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي لا محل لها من الإعراب. هذه القاعدة حناخدها قبل ما نوصل لها، يعني نحن من خلال دروسنا أنا حأشرحها، حتنشرح هيدي القاعدة قبل ما نوصل لها. كيف أنا عندي الجملة الموصولية لا محل لها من الإعراب، أو جملة صلة الموصول، هيدي جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. انهينا؟ نعود للناس نكمل. طيب صاحب النفس، اوكي، فهو كالنحلة تعيش مع الأزهار وبين الأزهار، أما صاحب النفس الصغيرة فيعيش كالذبابة. ما أحقرها؟ ما نوع هذه الجملة؟ تعجبية. طيب ما نوع التعجب؟ قياسي. تعجب قياسي، كيف عرفت بأنه تعجب قياسي؟ لأنه سبقت بما وفعل تعجب على وزن بما تعجبية، في عندي أحقر هو فعل التعجب، طيب أنا في عندي هون تعجب قياسي، فإذا ما الهدف من ما هي وظيفة التعجب هنا؟ هل المدح الذم أو التحقير؟ تحقير، أنا أحقره، يعني أنا مش بس أذمه ولكن أعطيها صفة الحقارة. نترك الألمات تكتب شيء هلأ. إذ لا يطيب لها إلا التمرغ في الأقدار. شد ما يعجبني صاحب النفس الكبيرة لأنه لا يكبر على أحد ولا يذل أي إنسان. في عندي علامة تعجب أو لا؟ نعم. جملة تعجبية. طيب تعجب قياسي أو غير قياسي؟ غير قياسي. تعجب مطلق، فإذا هذه جملة تعجب مطلق، ما حاكتبها هلا، ركزوا معي. ويا لحقارة النفوس الصغيرة، شو عندي انا هون؟ تعجب. اي نوع من التعجب؟ مطلق. تعجب مطلق، ليس له شكل معين، ليس له لا صيغة اولى ولا صيغة ثانية من صياغ التعجب القياسي. طيب طب هون انا في عندي شد ما يعجبني صاحب النفس الكبيرة، هون بدل على اعجاب او ذم او ماذا؟ ده إعجاب. إعجاب. يعني عندي مدح. طب ويا لحقارة النفوس الصغيرة، بتدل على ماذا؟ ذم. ذم أو تحقير. ألا اتفق أن رأيت والدة تلاعب طفلها وتناجيه بأعذب ما تتقنه الأمهات من عذب الكلام ما كان أقساها. شو عندي أنا هون؟ جملة تعجبية. ما نوع التعجب؟ مطلق. تعجب مطلق. وهي تفعل ذلك في حضرة جارته. في عندي هون ما كان أقساها، بتدل على ماذا؟ هون في عندي ذم أو مدح؟ ذم.
طيب وليست كلماتها بمنزلة خنازير تغمد في صدر جارتي. هون في عندي جملة، جملة ماذا؟ استفهامية تعجبية. طبعا هذا النوع من الاستفهام من التعجب هو تعجب قياسي أم غير قياسي؟ غير قياسي. هلأ فينا نحن نكتب الجدول. هيا أوكي، نكتب الآن الجمل التي لم نكتبها. أنهينا الكتابة. افتح الكاميرا يا ماجد لكي أراك تكتب. كريم افتح الكاميرا. بس فيك تنقلب الجدول شوي لتحت. هيا الجدول، ما في غيرك، ما في بعد. واضح لغاية الآن؟ صرنا نعرف كيف نميز بين التعجب القياسي والغير قياسي؟ نتابع الجزء الثاني من السؤال. بس شوي. اوكي بعد ما خلصت. نتابع الجزء الثاني من السؤال. في عندي الجزء الثاني باء. تابع، استخرج من النص ثلاثة أنواع من الأفعال التي لا تصح صياغة التعجب منها واذكر السبب. أنا قلت سابقا بأن أفعال التعجب أو فعل التعجب هو قريب جدا من اسم التفضيل. يعني هناك شيء مشترك بين أفعال التعجب واسم التفضيل. نترك القلم وركزوا معي. إذا كان الفعل يتألف من ثلاثة أحرف، اسم التفضيل منه يكون على وزن أفعل، يعني جمل أجمل. كما عرفنا، سوف أعود، خلينا إلى القاعدة. شو قلنا نحن بالقاعدة؟ في عندي اسم التفضيل هو صيغة تؤخذ من الفعل الثلاثي التام المعلوم المتصرف على وزن
أفعل تدل على أن أمرين اشتركا في معنى أو صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها. التلفاز من أعظم وسائل الإعلام، أعظم على وزن أفعل. الذهب أثمن من الفضة، أثمن على وزن أفعل من الفعل ثمنة. طيب اسم التفضيل من الفعل فوق الثلاثي يعني رباعي أو خماسي أو سداسي، ومن الفعل الثلاثي الدال على لون أو عيب أو حلية بطريقة غير مباشرة، وذلك أن تأتي بمصدر هذا الفعل منصوبا على التمييز مسبوقا بأكثر. ما أكثر، ما أشد بياض هذا الفجر، ما أشد اخضرار هذا العشب. وقلنا بأن اسم التفضيل يشبه فعل التعجب في شيئين، الوزن والجمود، يعني يكون جامد. طيب أنا عندي هون إذا عدنا للنص، إذا عدنا للنص هذا هو النص، أريد استخراج فعلا لا يصح أن نحصل على فعل التعجب منه على وزن أفعل. طبعا إذا كان عندي فعل عاش مات ما بقدر أنا أحصل على على الوزن أو على فعل التعجب على وزن أفعل. في عندي إذا كان عندي الفعل خضرة ما فيني أقول ما أخضر هذا العشب، أو ما فيني أقول إذا لون أحمر مثلا ثوب لونه أحمر، ما فيني إجي أقول ما أحمر هذا الثوب، لأنه أنا ما بقدر أحصل على اللون على وزن أفعل. فيني أقول ما أشد احمرار هذا الثوب، ما أشد اخضرار هذا العشب. إذا عدنا للنص، نعم عند الفعل يعيش اللي هو عاش، هل أستطيع أن أقول ما أعيش مثلا؟ أعطي على وزن أفعل؟ لا أستطيع. طيب إذا أردنا أن نحصل على الإجابة هيطلع عندي هذه هي الإجابة. ركزوا معه بس التوضيح، الأفعال التي لا تصح صياغة التعجب منها تعيش، تناجي، واتفق. أول شيء تعيش لأنه بدل على عيش، تناجي طبعا ناجى هنا أكثر من ثلاثة أحرف، اتفق كمان رباعي أكثر من ثلاثة أحرف. إذا أنا أردت أن أحصل على فعل التعجب منها شو بيطلع عندي؟ ما أحسن عيشة، فيني أقول ما أروع تناجي، ما أصعب اتفاق هذين العدوين. فهمنا الفكرة؟ يعني في أفعال أنت ما بتقدري تعطي فيها أفعال التفضيل على وزن أفعل، وخاصة لما بتكون ألوانه شيء بيدل على عيب، على شيء مثلا عيب في جسد الإنسان. نكتب باوجين اللي أنا هلأ لونتهم باللون الأحمر، يلا على الدفتر نكتب با نكتب الإجابة، وجيم نكتب الإجابة. نعم،
كريم ظهر من الحصة؟ أنهينا الكتابة، سوف أنتقل للسؤال الذي بعده. لا يا مس. السؤال الذي بعده. أدخل كل من الأسماء الآتية في جملة بحيث يكون متعجبا منه، راصدا علامة الإعراب. كلمة الأزهار في جملة تعجبية، يعني أنا أتعجب من الأزهار، ماذا يمكن أن أقول؟ ما أجمل الأزهار وهي مثلا تزين طبيعة. أنا عندي هون جملة تعجبية. طبعا هون في عندي الأزهار، إذا أردنا أن نعرف الأزهار ماذا نعرفها؟ طبعا مفعول به لفعل التعجب أجمل. نعم. طيب الولدان في جملة. خلينا نستعمل الصيغة الثانية، يعني الصيغة أفعل به. اعتني بالولدين. إذا كان فعل ماضي على صيغة الأمر، اعتني، ماذا نحذف؟ أنت تعتني في الأمر، اعتني بالولدين. خلينا نعطي صفة، فقيرين. نعم. طيب أنا في عندي هون اعتني بالولدين. أو أرفق بالولدين الفقيرين. هون بيكون عندي الباء حرف جر زائد. الولدين اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل الفاعل أرفق. نكتب الإجابة اللي باللون الأحمر. نكتب دال، نكتب الإجابة. تفضلي لارا، كتبت الإجابة؟ يمس كتبت الإجابة. أوكي برافو. مس بس فيك طبعا ما في داعي أخبركم على الدفتر الترتيب، فينا نستخدم الألوان، فينا نستخدم الأخضر. أنا أفضل ما تستخدموا الأحمر لأنه أنا عادة بستخدم الأحمر. أنتوا اللي بحطوا بالألوان اكتبوه بالأخضر، ما عندي مشكلة طبعا، بس مش الكل يعني. كل الكلمات بس من كنوع من الترتيب. من كل سؤال وسؤال عم نسطر. بس فيك تطلع على الجدول شوي. الآن ننتقل إلى السؤال الذي بعد. بعدنا بنفس السؤال. نفس السؤال له عدة أقسام، يعني ألف باء جيم دال. بس فيك تطلع على الجدول.